وهات وخد بص شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة ما تخافش على الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة وحياة أهلي وأفراحه. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الذي يحمل الرقم 548 من ملك وكتابة. لحظات الفخر بالأهلي، لحظات السعادة بالأهلي، ولحظات المهندس عدلي بكل تاريخه وبقيمته بيحلف فيها بالأهل وأفراحه. يعني ما فيش شك إن إحنا عايشين لحظات تاريخية بتتوالى خلال العامين الماضيين. بعد المفاجأة الرائعة بتاعة القناة وانطلاق القناة بالشكل الرائع الجديد والبرامج المتنوعة والوجوه الجديدة القديمة العملاقة، نفاجأ بتنفيذ أحد أحلام النادي الأهلي اللي كانوا فيه مجموعة الوحدة الاقتصادية. فإزاي ما نفرحش مهما حاول الآخرون سرقة الفرحة؟ مهما حاول الآخرون سرقة الفرحة أبدا لن يفلحوا، لأنه كمان حلقة النهاردة فيها مضمون كتير ومهم. مقالي وما قالوا، هؤلاء لا يعرفون الأهلي. الغربال، اسمعوها من أصيل بوجلبان. بعظمة لسانه أما وقد نفد الصبر. الشموع الحمراء والفناجيل ده كمان مش ابن النادي. أسرار الملك حتى لو كان شيكابالا. وفي مجلتنا اليوم ومن 40 سنة محتوى مهم جدا نتمنى حضراتكم تستمتعوا معانا فيه النهاردة. لكن مقالي وما قالوا، هؤلاء لا يعرفون الأهلي. إزاي؟ بص يا أستاذ إبراهيم، بصيت يا باشمهندس عادل، عندنا وانا عايز الساده المشاهدين خاصه الاهلاويه بقى دلوقتي كل مره بقول بكلم الناس كلها، انا عايز اكلم الاهلاويه لان الشان اللي بنتكلم فيه يخص الاهلاويه قوي. كيف صنع الاهلي تاريخه؟ كيف قدم لنا اسباب العظمه والزهو والفخار؟ لو استعرضنا التاريخ بتاعه هنلاقي احداث واحد منها يعمل تاريخ لأي نادي. فات علينا أحسن لاعب في تاريخ الكرة المصرية كما قيل حسين حجازي، أبو الكرة، أبو الكرة اللي كان بيتسمى فرقته فرقة حجازي. لم يهز خروج حسين حجازي لأي مرتين، مرة هدد ومرة نفذ. النادي الأهلي إطلاقا، بالعكس انت هتجيب لنا مرة فقرة عن جعفر ولي باشا اللي هو حضر بطل الاحداث حدثين ثلاثة في وقته، منهم حسين حجازي خرج بفريق كامل وبعدين ابتدى بعضهم يرجع، وكانت فرصة لايه؟ لظهور التتش على المستوى المحلي للنادي الاهلي والمستوى الدولي لمصر. فالتتش يلتقي بحجازي بعد اقل من شهرين ولا 3 أشهر ليفوز عليه، ثم يذهب الى الدوره الاولمبيه ليكون هداف مصر في هذه الدوره ويبهر الانجليز اذا في كل محنه منحه للنادي الاهلي بيطلع شعاع لانه الاهلي، لانكم مش عارفين او عارفينه مش واخدين بالكم او مقصرين بعض، ربما نكون احنا مقصرين ان احنا نوصل لكم الاهلي، مش هنقصر ابدا تاني في هذا الامر. النادي الاهلي في كل مره يتصور الاخرون انه في ازمه يخرج اقوى مما كان. 17 لعيب يا استاذ ابراهيم وداخل على ماتش الزمالك في كاس مصر فتفوز على الزمالك بالناشئين،
ثم القرار الأقوى أن تستكمل الدور قبل النهائي والنهائي بهذه المجموعة، ولا تعفو، مش تقول بقى خلاص قرصنا ودنهم تكمل للآخر فتفوز بكأس مصر. إيه الجمال ده؟ حد كان يتخيل؟ حدش كان يتخيل. في كل حدث يعني خرج من أعظم حارس مرمى في أفريقيا، تقوم أنت تروح كأس العالم في اليابان تلعب من غير ما هو وقتها ما كان موجود في النادي، بس كان مصاب. أنا قصدي أقول إيه، أعظم حارس مرمى في أفريقيا كان مصاب. 2008 يمشي عصام الحضري. لا 2006، خلينا في 2006. لما أصيب أنت خدت البرونزية والناس قالت كنت تستحق لعب المباراة النهائية، وإن انترناسيونال اللي كسب ريال برشلونة في النهائي كان محظوظ وهو يفوز على النادي الأهلي الذي كان أكثر استحقاقا للوصول المرة. بمين؟ بناس كلها تصوروا إن الأساسيين مصابين، يلعب الكابتن أحمد صديق باك رايت والكابتن طارق السعيد باك ليفت ومحمد صديق ستوبر وأمير عبد الحميد يحرس المرمى. الناس اتخضت، يقوم توصل لتالت العالم. الاهلي عنده حاجه استاذ ابراهيم، كلما الضغط عليه كلما ازداد صلابه وقوه وادهش. هنا لازم اسالك تاريخيا ليه؟ لانه الحقيقه بجد الناس اللي اتخضت امبارح وزعلت واتضايقت مقدر مشاعرها، بس انتوا عارفين انه ما من مره الاهلي يمر بظرف زي ده، وربما اصعب واكبر من ده بكتير، إلا ويرجع أقوى مما كان وأقوى مما تصور البعض. زي ما المهندس عدلي أشار، أنت بتتكلم لو حتى في التاريخ الحديث باعتبار أن الجمهور بتاع اليومين دول زي حالتنا ما عايش بقى حسين حجازي، لكن أنت إحنا بنتكلم على أنه يعتزل مختار التتش فيبقى الأهلي قويا، يعتزل الكابتن صالح سليم وجيله فيبقى الأهلي قويا، يعتزل الكابتن محمود الخطيب والنجوم بتوع السبعينات والثمانينات فيبقى الأهلي قويا، يذهب حسام وابراهيم حسن وهما من افضل لاعبي افريقيا الى النادي المنافس يظل الاهلي قويا. بنتكلم على انه حتى عصام الحضري احسن حارس في افريقيا 2008 يمشي من الاهلي ويفضل الاهلي وياخد بطوله افريقيا. بنتكلم على اعتزال بقى من المع نجوم الكره المصريه في تاريخها، ابو تريكا وبركات ووائل وكل المجموعه وسيد معوض، كل مجموعه مانويل جوزيه وعماد النحاس، مش عايز انسى حد، وشادي، كله فرقه كانت تسعه منهم منتخب مصر، والاهلي يتوج بالبطوله ويفضل قوي. ليه لان هو البطوله يا جماعه مش مهاره لاعب ولا شطاره اداري ولا عبقريه مدرب، هم الثلاثه، هم التوليفه، هم لما يبقى المجموع هو الاساس مش الفرد، هم يبقى الكيان فوق الجميع، جميعنا، جميع أبنائه، مصلحته نمرة واحد. لو ما حافظناش على الكلام ده، مش بقى العقلية بتاعت اليومين دول ناخد الشعار ده عشان نتعالى بيه على الناس، غلط. الأهلي مش فوق حد غير أبنائه، عشان مصلحته هي اللي فوق، قولا واحدا. وكل ما افتكر اجيب لك المطوية بتاعت الانتخابات اللي كتبنا فيها الكلام ده، فوق أبنائه ساعة الانتخابات كنا بنتنافس، لكن ما كناش متخانقين مع بعض، بالعكس كنا مقدمين بعض، محتضنين بعض، مدركين 17 واحد اي 10 منهم يبقوا مجلس اداره كويس، وده اللي كنا بنقوله للناس. اهلي فوقنا، مصلحه الاهلي قبل ما ابقى انا عايز ابقى عضو مجلس اداره، ودي حاجه مهمه جدا لاي انسان، لكن مصلحه الاهلي ابقى. اذا احنا لازم نتكلم، واقول لاولادنا المخضوضين اجمادوا اجمادوا وشافوا كده في ايه؟ ده الاهلي، ده النادي الاهلي يا جماعه، الاهلي اللي دايما وابدا سره منه فيه قوه الاهلي وعظمته في تركيبته، في تكوينه، في تاريخه، في مواقفه، في دستوره، في رجاله، في المخلصين له، في جمهور الكبير اللي في كل مكان، اللي انا اعتقد عمره ما قلق على الاهلي. ما شوف الدنيا اتغيرت، المعايير اتغيرت، زي بالظبط معايير الخمسينات مش زي معايير الاربعينات، ايوه، ومعايير الستينات مش زي معايير الخمسينات، صحيح، والسبعينات والثمانينات وكل، صحيح، ولكن يبقى دائما مين؟ من يحافظ على الثوابت، هو ده السر. الاهلي يحافظ اللي الناس عماله تقول لك ايه؟ لا غير بقى طريقتك القديمه دي، واكب الزمن. واكب الزمن ايه؟ حق يرد به باطل لسبب يا استاذ ابراهيم. أيوه. نكمل ولا لا؟ لا اتفضل. نكمل اتفضل استاذ ابراهيم. تعالى
اللي بيلوموا الاهلي على اسلوبه التفاوضي في المفاوضات. هنجلها عندك فقره؟ لا ناجل بقى عشان نتكلم براحتنا. هنجلها بفقره كامله. اعتقد المهندس عدلي في مقاله اليوم حط لكم النقاط على الحروف وخلاصتها. الاهلي سره فيه وما يمكنش ابدا جمهوره لا يقلق ولا يزعل ولا يخاف على بكره. بكره دايما وابدا في النادي الاهلي اقوى وافضل بكتير جدا من النهارده ومن امبارح، لانه الاهلي ربنا خلقه علشان يسعد جمهوره وعشان يسعد المخلصين ليه اللي دايما وابدا هيفضلوا حماة الاهلي في كل مكان. ده ما قاله، لكن في الغربال اسمعوها من اصيل بوجلبان. اصيل بوجلبان بجد. خلينا نقول لكم سريعا، بالامس النادي الاهلي اعلن، قال لك رمضان صبحي خارج حساباتنا وابلغنا برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز، والنهارده بيراميدز قال ان هو بدا اتصالاته مع هيدرسفيلد الانجليزي. الظهور الاخير لرمضان صبحي كان يوم 15 ديسمبر 2019، كان في مباراه حرس الحدود، وهنجي لها بحسابات اللاعب مع النادي الاهلي. لكن ماذا عن هذا الاصيل بوجلبان؟ انيس بوجلبان اللاعب التونسي اللي النادي الاهلي اشتراه، لعب مع النادي الاهلي ضمن الجيل الذهبي، حقق او لعب ثلاث مواسم مع النادي الاهلي. امبارح بالليل او النهارده الصبح غرد تغريده مهمه جدا الحقيقه، بتكشف عن هو ده لا بتربطه علاقه عمل بالاهلي ولا ساكن في مدينه نصر عشان هيعدي على النادي الاهلي وعايز الناس ترحب بيه، ولا منتظر وظيفه عمل في النادي الاهلي كمدرب ولا هيشتغل في القناه ولا غيره. الراجل مش مصري، مش موجود في مصر. ومع هذا قال أنيس بوجلبان تعليقا على ما حدث يا باشمهندس: تيشيرت الأهلي هو من يجعل اللاعب العادي لاعب سوبر، تيشيرت الأهلي هو من يصنع النجوم، وجمهوره هو صانع الأساطير. حب الجمهور لا يقارن بشيء. هنيئا لكم المال، ويبقى الأهلي فوق الجميع. اهو تاني فوق جميع أبناء. ماشي، عشان ما حدش يختزل الجملة. موضوع رمضان صبحي احنا مش عايزين نتكلم على موضوع رمضان صبحي، تملي يا جماعه، مش عايزين نتكلم على الموضوع في الشخص، انما عايزين نتكلم على اي موضوع في الموقف. طيب الكابتن رمضان صبحي مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا جدا. لكن مش معنى كده ان في لعيب مهم خرج من عندك انك ما تقدرش يكون عندك لعيب مهم برضه واثنين وثلاثه مهمين، او تجيب لعيب مهم. ليه عاملينها قصه؟ كنا نتمنى، لأن كنا شايفين في مقومات معينة وكنا عايزين نجهزه بشكل معين يبقى حاجة حلوة تستمر في النادي الأهلي وتكمل أساطير كثيرة، وهو كان بيدلنا المؤشرات دي. عنده ظروف، عنده متغيرات حواليه، أي سبب، مغريات لا يمكن لأحد أن يقاومها، الله أعلم. لا ما هياش إنه أنا لأن عايز حد يهاجم أي لعيب خرج من النادي الأهلي خالص خالص، لأن الناس دي في يوم من الأيام كانت بتدافع عن لون فانيلة النادي الأهلي وأخلصت وهي معانا. لا يليق إن غزنا يخلينا إيه نبقى لا لكننا متغاظين ومتضايقين وبنتكلم كلام. إحنا مش متضايقين من حد، إحنا فخورين بالنادي الأهلي، كنا نتمنى إنه يكمل معانا مسيرتنا طبعا. طب ما حصلتش يعني. أنتوا لو تاخد من كلام فايلر في المؤتمر الصحفي لما سألوه عن الغيابات، قال لهم لا انا ما بتكلمش على اللي مش موجود. انا راجل بتعامل مع اللعيبه اللي معايا. اللي معايا هو ده، هو النادي الاهلي هيتعامل دائما مع اللعيبه اللي معاه. وبعدين اذا كان في اي نوع من التطوير يحصل، هو احنا بدل ما تقول الاداره ببعد نظرها ربما كانت شعرت ان هيدرسفيلد وقتها ممكن ما يسيبش رمضان، او ان رمضان يجي له حاجه بره تخليه ما يكملش مع النادي الاهلي، فجابوا طاهر محمد طاهر يعني. وقبل كده انت جايب كهرباء، انت بتشتغل، وانت بتشتغل بيخش ناس وبيخرج ناس، ويبقى الاهلي ويبقى الاهلي. طيب مؤكد ان انا هقف معاك، لانه في الغربال كمان في تويته مهمه لوائل جمعه. وائل جمعه واحد من نجوم الاهلي التقال في العصر الذهبي للجيل الماضي، وخد احسن قلب مدافع في افريقيا لعده سنوات، الآن محلل رياضي. قال وائل في تويتر له: الفترة اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلي وما يحدث حاليا فيها دروس كثيرة جدا للإدارة، لإدارة نادينا في التعامل مع اللاعبين، أهمها
اهمها بس اللي باعك مره هيبيعك ألف مره، وفي برضه الاشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك، ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي. يعني وائل عايز يقول لانه كمان بيعقب عليها بعد كده بتويته تانية مرتبطين ببعض، قال لك التاريخ حاضر علشان يفكرنا كنا ليه كويسين في النقطه دي بالذات. اولا العقود كانت 5 سنين، وقبل نهايه العقد بسنتين لو ما جددتش مع السلامه او تتجمد، وفي 1000 لاعب يتمنى يلعب عندك. ثانيا مش احنا اللي بنعمل تماثيل عجوه، وعمر ما حد يلوي دراع النادي الاهلي، دايما وابدا سيظل الاهلي بمن حضر. هنا نقطتين مهمين. الدرس الاولاني وائل عايز يقول، وانا لازم اخد رايك في الحته دي، ليفربول امبارح ولا اول امبارح وهو بيقدم على تعاقد مع لاعب يوناني اهتم انه يعمل حاجه اسمها اختبار الاخلاق، يعمل تتبع لسلوكه لشخصيته لجديته لتعامله مع زمايله للهيسترو بتاعه في التعامل مع ادارات النادي اللي بيلعب فيها، ما يوصف بيه اختبار الاخلاق او الوقوف على السمات الشخصيه. وائل تقريبا بيلمس في نفس الوتر انه اللي بيع مره هيبيع 1000 مره، واللي يحاول يتزاكى على النادي او ما يقدمش مصلحه النادي او ما يظهرش رغبه شديده في التمسك بالنادي، وائل عايز يقول لك سيبه من اول مره، لانه لو قعد هيعملها مره واثنين وثلاثه، واللي ضحى واللي اختارك واللي تفانى هيفضل دايما متمسك بيك. عايز يقول ان الانسان لا يتغير. انت رايك بخبرتك ايه؟ شوف انا موافق على 75% من اللي كاتبه في التوتين وائل جمعه. وائل جمعه بيستحضر او بيسترجع او بيستلهم من تجربته وهو وجيله العظيم. صحيح. الظروف مؤكد بتتغير. المغريات بقت تقيله جدا. السوق المصري بقت فوضى الى درجه غير يعني عدم واقعيتها، وصلتنا الى فوضى. وصلتنا ان كوبايه الميه لمجرد انا وانت بنشد المج ده من بعض ممكن يبقى 8000 جنيه، مع ان لو فكرنا هننزل للسوبر ماركت تحت نجيب هنجيبه ب 20 ولا ب 30 جنيه وربما تلاقي احسن منه. انما هي اللحظه اللي بتخليك تفقد منطقيتك وموضوعيتك. أيوة. الضغوط الجماهيريه اللي بتنزعج من ان لعيب عشموا فيه قوي يتخضوا مره واحده انه يلاقوه. الله، ما هو ده اصلا الخطا من الاول، ايه؟ ان انت عمال تعلي سقف التوقع مع كل حاجه. اللي يبوس الفانيلا حبايبنا وابننا، اللي يعمل مش عارف يضيع جون مش عارف ايه، ما بنتعاملش مع كره قدم. احنا عمالين نتعامل مع البلاي ستيشن. عايزين نحط مباريات افتراضيه بقيم افتراضيه بمعايير افتراضيه ونقعد نتحاسب عليها. فانا رايي ان نبتدي نتعامل مع كرة القدم، لا، فيها ناس هتخش وناس من غير ما تزعل من اللي يمشي، بس انا الا في حالة واحدة، اذا طلع واساء اليك. اذا طلع واساء اليك اي واحد بقى مهما كان تاريخه حجمه عطائه يسيء للنادي الاهلي سواء بقصد او بغير قصد وما يعتذرش يتقطع لسانه. مش يتقطع، ارميه ورا ظهرك. هو ده اللي تقول ايه؟ انا مش عايز منه حاجه ومش هجيب سيرته. وما هاجموش برضه. اصل شوف الهجوم بيعطل يا استاذ ابراهيم. انت ليه كل يوم تفتح مشروع؟ علشان انت لو مفضي نفسك ترد على اللي بيشتمك واللي بيهاجمك ومجلس الاداره ينشغل بهذا، مش هيبقوا مركزين انه حققوا الاهداف اللي عماله تتوالى. وبالمناسبه مش لازم نهني بقى، انا عايز أن يعني عندك حاجه على الحدث الرائع بتاع امبارح ده؟ طبعا طبعا، عشان انا عندي عايز كلمتين ادي لكل واحد حقه. طبعا. اذا انت مع وائل جمعه في ال 75%؟ في ال 75. ال 25 لا، الخمس سنين. ما هو انت برضو الدنيا اتغيرت، ما احنا عاملين كل العقود الجديده 5 سنين واربع سنين. لكن في واحد يقول لك لا انا والله انا عايز اعملها 3 في مش عارف ايه. الظروف اتغيرت. كنا نتمنى ان نقدر نعمل الخمس سنين بذاتها انها بتديك استقرار، وان كانت ساعات لو كل العقود بقت في وقت واحد وتبتدي في وقت واحد وتخلص في وقت واحد، فانت بتخش في ازمه تجديد لعدد كبير من النجوم في وقت واحد.
برضو دي كانت بتحصل لنا. ايوه كانت بتحصل لنا. فاحنا طبعا ما يعني ما كناش نحب. انا اتذكر يوم الكابتن عمرو زكي ما جه من كان المفروض يجي على النادي الاهلي. ايوه الوكيل بتاعه حد استناه وخده على نادي الزمالك من المطار. فكان في ناس رايحه من النادي الاهلي عايزه بقى تتخانق. قلت لهم هتشدوا الراجل يعني من هدومه سيبوه يروح الزمالك. ما هو بعد الزمالك هيروح فين؟ هيجي لي. فبعد ما قعد وسهر في التفاصيل مش هخش فيها دلوقتي. تاني يوم اتصل بيا الساعه 12 واحد على ما صحي من النوم بعد السهره يعني. فبيقول لي يا استاذ عدلي انا في الفندق الفلاني. قلت له طيب مصر حلوه عجبتك؟ ده الوكيل بتاعك. ما قال لي يا مش عارف ايه عايزين نلتقي. قلت له هدي لك العنوان انا كنت هاجي لك اخدك من فندقك او اجتمع. لكن انت ما احترمتش الميعاد امبارح. سيادتك تجي لي لحد بيتي. هل يجي لك ازاي؟ اقول له بس ايه في الحته الفلانيه اي تاكسي هيجيبك عندي. فلما جه بسرعه كده انا عمرو زكي عايزين ندي لي النادي الاهلي. كنا جايين على اساس ان احنا هنستعيره سنه ونقسط سنتين. قال لا انا عايز 1,750,000 مره واحده. بيقول لك عشان تقول له لا. فقلت له لا ولو ان انا مش مفاوض اقول لك لا لكن انا هرجع للاداره عندي هيقولوا لك لا. وانا بكلمهم قال لي او تدونا كابتن ابو تريكه. قلت له وانا بقول لك لا لكن هتسمعها من قيادات النادي. كابتن خطيب قال له انت بتقول ايه؟ لا ده ولا ده. فالناس قالت لك ازاي ما تمسكتش؟ لان وقتها انا كنت بجدد لست لعيبه يا استاذ ابراهيم. ابو تريكه وبركات وعمر والحضري والشاطر ازاي انا كنت هاجي ادي لعيب؟ وقتها كان مبلغ ضخم جدا التكلفه بتاعته. مع قلت لهم لا ما كانش ينفع المبلغ ده يجدد لنا تجديدات بتاعتنا. هاجي لك للجزء المالي لكن علشان نكون واقفين بس في على الحقيقه. رمضان صبحي لاعب مهم، لاعب موهوب، لاعب بدايه ظهوره في النادي الاهلي كان عنده 10 سنين في مدرسه الكوره. وكلكم فاكرين البرنامج بتاع الكابتن الخطيب بيبو 10 لما كان بيعمل اختبارات للمهارات الفرديه وكان رمضان صبحي عنده 9 سنين او 10 سنين وظهر مع الكابتن الخطيب والكابتن خالد بيبو. ده كان بدايه معرفه الناس ان في ولد صغير قوي موهوب. فهو ابن مدرسه الكوره في النادي الاهلي، لعيب مهم، لعيب موهوب. لكن لما احترف بره ولما مجلس الاداره السابق برئاسه المهندس محمود طاهر اداله فرصه انه يحترف بره والاهلي جه استعاره. علشان نبقى واقفين على حقيقه الموقف لان الناس تقريبا امبارح حست ان الميه في النيل هتقف. كده هيحصل تجمد، مياه النيل مش هتتحرك علشان لاعب مهم. بقول لكم لاعب مهم مش من الاهلي. لكن علشان نتذكر مع بعض اخر مره رمضان كان في تشكيله النادي الاهلي بعد قدومه معار من هيدرسفيلد كان في 15 ديسمبر 2019 كانت مباراه حرس الحدود. بعدها تعرض للاصابه في العضله الخلفيه غاب فتره طويله جدا. ايه اللي حصل بعد اصابه رمضان؟ فرقه الاهلي حصل لها ايه؟ عشان تبقوا شايفين مش المستقبل لانه انا عارف وانا هسال لكم المهندس عدل دلوقتي مردود اللي حصل ليله امبارح على تعاقدات الاهلي القادمه وعلى وفاء الاهلي بالتزاماته وتقويه فرقته عشان تطمنوا. بس كمان في غياب رمضان صبحي يا باشمهندس الاهلي لعب 11 مباراه فاز في كام؟ 10 مرات 10 من 11 مكسب وتعادل مره. ده جهد بقيه زمايله اللي لا يجب ان انتوا تبخسوا حقهم او تنسوهم. ده الاهلي بقول لكم 10 مباريات من 11 مباراه مكسب وال11 كانت تعادل. فاز على الاسماعيلي والاتحاد والمقصه واف سي مصر وطنطا والمقاولين وبيراميدز والجيش والمصر وانبي وفاز على الزمالك الانسحاب الاخير في مباراه الاتوبيس الشهيره. طب في بطوله افريقيا الاهلي لعب 6 مباريات فاز في 3 على بلاتينيوم والنجم الساحلي وسان داونز وتعادل في 3 مع بلاتينيوم والهلال السوداني وسان داونز. ده حساب الاهلي بدون رمضان صبحي. فالمبالغة في المسألة خلت واحد رياضي كبير زي المهندس شريف حبيب. شريف حبيب عنده تجربة كبيرة جدا مع المقاولين العرب وفاكرين انتوا تجربته مع محمد صلاح والنني وازاي قدر
يطلعهم بره بشكل كويس. كتب المهندس شريف حبيب تويته مهمه: الاهلي انقذ رمضان صبحي واعاده للملاعب باستعارته ودفع الكثير من اجل ذلك، وكان على رمضان ان يحفظ الجميل للنادي الذي احتضنه، ولكنه المال لغه العصر الذي طغى على كل القيم. اعتقد ان مسيرته الاحترافيه خارج مصر ستكون صعبه جدا وربما انتهت، فالدوري المصري لا يفرز مستويات عالميه وخاصه في الوقت الحاضر. الفائز الاكبر في الصفقه هو نادي هيدرسفيلد، فقد استغل كل الاوراق لصالحه. ده كلام شريف حبيب، اتفضل. يعني مساله برضو متفق مع 90%، ها، ومختلف في 10%، لان ما احبش اتمناه. ان مسيرته الاحترافيه بقت صعبه او انتهت. اتمنى ان هو برضو يكون مؤكد اتعلم او هيتعلم الفتره اللي جايه حاجات كتير. انا مش عايز المساله تبقى مشاعرنا من النوع ده. يعني موقف يخلينا نتجنن من الحب، وموقف تاني يخلينا يعني ننفجر من الغضب يعني. خلينا موضوعيين شويه. الايجابيه اللي لازم تنتهي اليها هذه اللحظه، ان هو زي ما حضرتك قلت، لابد ان في يعني سياسه التعويض للافضل. ايوه، ما هو وانا هعديها كده يعني. ما انت ما كنتش هتعديها. لا بس انا يعني وانا لازم تسالني. لا، ما انا علشان الجمهور. مشيت لي رمضان، مشي رمضان في 40 لاعب ربما يكونوا احسن من رمضان، وربما يفيدوا الفريق احسن من رمضان، ورمضان ربنا يوفقه. بقول لكم ابن من ابناء الاهلي، والحياه اختيارات، الحياه اختيارات. في ناس اختارت فرصه المجد، فرصه التاريخ، وفرصه المال، لانه مين قال الاهلي بيديهم ورق كوتشينه؟ ما الناس دي بتاخد فلوس كتيره جدا. لكن في النهايه كل واحد وقناعاته. الاهلي كان عرضه ايه حسب كواليسك انت؟ الاهلي اثر في هذا الموضوع؟ لا، انا ما احبش اقول اسرار لم يصرح لي بالتصريح فيها. وهو امير قال جزء كبير منها. امير قال ان الاهلي قدم لهيدرسفيلد العرض اللي تم الاتفاق عليه وتلقى موافقه النادي كويس الانجليزي. هو انا هنا بس هنا النقطه اللي يمكن ليا ماخذ فيها، مش على الاهلي خالص. ان يعني انت سايبنا كابتن رمضان نتفاوض، واول ما نوصل لحال غيرنا يعني يروح يتفاوض من حيث انتهينا. هو دي النقطة. هو الحجم التوقع بتاع المرحلة اللي فاتت هو ده. أنا أقرأ حاجة بتضايقني: العبث بمشاعر الجماهير. العبث بمشاعر الجماهير. فطول فترة التفاوض في طبعا دغدغة و و و و وضغط، يعني دغدغة لمشاعر الجماهير وضغط على مشاعر الجماهير بالأخبار السلبية، ودغدغة لمشاعر الجماهير سببها إيه؟ ان التصريحات مش الاهلي اللي قالها، مش هي نسبت في معظمها للكابتن رمضان، ان انا مش هلعب في مصر غير للاهلي. وربما على فكره مش معنى كده انه كان بيلعب بيا ولا حاجه، يجوز هي دي كانت نيته ساعتها، بس لقى رقم. ها، الله اعلم. انا شوف، انا دائما يعني اترك الزمن يفسر الاحداث. ليا قراءاتي، لكن انا مش عايز اقول ان هو يعني اصل ايه الخطه دي، يعني يبقى قاعد بيخطط يعني. لا، يعني ما توصلش لدرجه انه يبقى بيستدرج الاهلي ان يروح يتفاوض وهو مش ناوي يقعد من الاول. لو كده تبقى حاجه مش كويسه ابدا يعني. لكن لو كانت دي نيته وبعدين جات له عروض ضخمه، في كلام انه كان بيقعد مع الزمالك ايضا. لا، هنا تزعل بقى ليه؟ لانك بالظبط وصلنا لنفس الاسلوب بتاع كابتن عبد الله السعيد. يا سيدي، يقول انا اللي هيقدم العرض الاكبر هاخده. يبقى النادي الاهلي عارف هو بيتفاوض، ها، قبل ما يعلي سقف العرض بتاعه، انا هقف لحد هنا وخلاص. ما هو انت كل عمليه بتخرج عن حجمها حتى لو مش عندك بتسمع في السوق كلها. يعني اي صفقه النهارده بتوصل للارقام دي في السنه بتسمع، بتشد السوق كله لفوق. طب الحل ايه؟ الحل برضه يعني معلش، جينا للسؤال. كل المصادر الصحفيه بتقول انه بيراميدز بيعرض على رمضان 40 مليون جنيه في السنه.
وقيل 2 مليون دولار وقيل ان هي اكتر من 2 مليون دولار، يعني من 38 ل 40 مليون جنيه في السنه عشان الجمهور البسيط الغلبان يبقى فاهم المساله. الكلام ده تقريبا كتير جدا وعالي جدا عن قيمه او القدرات الماليه لاي نادي في مصر، اعلاها النادي الاهلي الفئه الاولى اقل من نص الكلام ده، ومع هذا الاهلي وصل مع رمضان لنقاط ارتفاع عشان ما حدش يعتقد انه لا امير توفيق قصر ولا الاداره قصرت، بالعكس الاهلي قدم لرمضان العرض اللي ارتضاه رمضان ووافق عليه على فكره، وقدم للنادي الانجليزي العرض اللي النادي الانجليزي وافق عليه كتابيا، وبعد كده فجاه رمضان بيبلغ امير انا مش معاكم. انا هأبرئ اي حد بيتفاوض النهارده من تهمه التقصير. ليه؟ المسألة ما بقتش أدوات اللي بتشتغل بيها مع اللعيب ما بقتش تهمه. احنا كنا بنيجي نقول له التاريخ والأمجاد والبطولات والقيمة اللي مستنياك، وإنك أنت ارتباطك بالأهلي بيضيف إليك إيه طول عمرك وبيأمنك إزاي طول عمرك. أصبحت المعايير دي في آخر 3 سنين لا معايير بعيدة عن قوي إنها حد الا فيما نظر، يعني حسين الشحات حطيت له يجي 800 الف دولار من جيبه عشان يجي النادي الاهلي. يعني وليد سليمان يعني مضى وقال لهم شوفوا انتوا عايزين ايه بس مش هتظلموني، قالوا له طبعا خلاص. وهكذا مروان الشناوي، في ناس عارفه بتحسبها ازاي وفي ناس تقول لك لا انا ظروفي انا ما نشضى من بكره ده بالنسبه له. يعني وخصوصا ربما الصاعدين اكثر من الكبار اللي يكونوا لحقوا عملوا حاجه. انا لا ادافع ولا اهاجم، انا بس بحلل. فالنهارده انت يعني عرض زي ما انت بتقول كده. طيب اللي بيلوم بقى النادي الاهلي ها يقول والله اصل طريقه النادي الاهلي هو دي نغمه جديده مع كل لعيب، ها ومحدش يكلمك الغلطه في ايه الا بكلام مبهم كده. هو النادي الاهلي او امير توفيق لو كان قال له طيب انت هادي لك 45 مش كان يقعده في الاهلي؟ طيب فين الشطاره والخيابه هنا بقى؟ الخيابه انك تستجيب للكلام ده. الخيابه؟ امال ايه؟ طبعا هتهد الفرقه وتهد يعني انا اما انا اعمل كده مع لعيب علشان ما اطلع شاطر، فين الشطاره؟ الشطاره دلوقتي دور المفاوض هنا انك بتقول ارقام. تاني الكوبايه دي اذا كانت تسوى 30 جنيه يعني لو دفعت 50 جنيه ماشي، لو دفعت 100 150 500 ابقى راجل. ايه الشطاره دي ان انا ارجع ومعايا الكوبايه وفرحان بيها قوي وانت ما دفعتش ثمن؟ انت عملت حاجه. اي حد معاه فلوس بيرميها في حته كده في الهواء، ها وبينقط بيها في اي حته يقدر ياخدها منك مهما زيدت عليها. مهما زيدت هو مش اشطر. هو عارف يعني هو عايز يعمل كده في فلوس هو حر، لكن انت سالت سؤال وما اديتنيش فرصه اجاوب عليه. ايه الحل؟ ايه الحل؟ اديلك فرصه للحل وسؤالين تانيين محرجين، لكن بعد ما نطلع لفاصل قصير. سؤالين محرجين وبعد الفاصل هطمنكم على انه كمان النهارده ريني فايلر منذ قليل اختار قائمه الاهلي لمباراه الغد مع الانتاج الحربي فيها الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعه ومحمود متولي وديانج والسوليه وحمدي فتحي ووليد سليمان وقفشه ومحمد شكري وجونيور اجايه ومروان محسن واليو باجي ومحمد فاخري وجيرالدو. اديكم شايفين هتبداوا تشوفوا فاخر وهتبداوا تشوفوا شكر وهتبداوا تشوفوا شادي رضوان تغيير وحيد وهتبداوا تشوفوا حاجات كتير. تغيير وحيد يا استاذ ابراهيم على الماتش اللي فات. ايمن اشرف عنده 3 انذارات دخل بداله شكر. فاصل قصير وبعد الفاصل هسال المهندس عدلي عن الحل وعن سؤالين تانيين مهمين.